ما رأيكم في اشتراك الوقت بين الصلوات؟ هل كل صلاة منفردة بوقتها أو كل صلاتين في وقت واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اختلف العلماء في أوقات الصلوات، منهم من قال إن كل صلاة منها منفردة بوقتها، ومنهم من قال باشتراك الأوقات بين جميع الصلوات الخمس، وهذا قول بعيد عن الصواب، ومنهم من قال باشتراك الوقت ما بين صلاتي الظهر والعصر وما بين صلاتي المغرب والعشاء، وهذا قول طائفة من علمائنا من أهل المغرب، وقد قال به أيضا بعض العلماء من أصحاب المذاهب الأخرى، وهذا القول يؤيده الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء الآخرة معا من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر. وقد روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، وجاء في روايتهم من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا من غير خوف ولا سفر، وفي رواية أخرى من غير خوف ولا مطر. وقد اجتمع ذكر السفر والخوف والمطر في رواية الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب رحمه الله. وجاء في رواية الشيخين وغيرهما أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن ذلك، ماذا أراد بذلك، أي ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فقال أراد أن لا يحرج أمته. وجاء أيضا في رواية الشيخين وغيرهما عن عمرو بن دينار أنه قال: قلت يا أبا الشعثاء لعله أظنه أخر الظهر وعجل العصر، قال: وأظنه، يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. وهذا مجرد ظن من الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله راوي الحديث، ومن تلميذه عمرو بن دينار. وعول على ذلك ابن سيد الناس، فقد حكى عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه قال: وجابر بن زيد أعلم بمعنى الحديث لأنه راوي، يعني أن جابر بن زيد الذي اعتمد على كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الظهر وأجل العصر هو أعلم بمعنى الحديث، لأن رأي الراوي في الحديث مغلب على رأي غيره. ولكن ينظر في ذلك لأن الإمام أبا الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله لم يقطع بذلك، وإنما أخبر عن مجرد ظن. واختلف العلماء اختلافا كثيرا في هذا، فمنهم من قال إن هذه واقعة الحال ولا يقاس عليها ولا يحمل حكم جميع الصلوات عليها، فهذه واقعة الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الحرج عن الأمة. ومنهم من قال بأن ذلك منسوب، وقيل غير ذلك، وهذه الأقوال تحتاج كلها إلى دليل. وقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أخر صلاة المغرب يوما حتى ظهرت النجوم، فقيل له: الصلاة يا ابن عباس، فأنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه على من أنكر عليه تأخير الصلاة، وأخبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمنسوخ في هذه القضية. ونستخلص من هذا الحديث ومن قول ابن عباس أراد أن لا يفرج أمته، لأن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله رفع الإحراج عن الأمة. وإذا كان هذا هو القصد، فالأولى أن نقيد هذه الرخصة بأوقات الضرورات،
وذلك كما إذا كان الرجل في حالة مرض أو كانت المرأة مريضة أو كانت المرأة تعاني من الاستحاضة كانت مستحاضة أو كان رجل أو امرأة يعانيان من سلس البول أو مثل ذلك. في هذه الأحوال يباح للرجل والمرأة أن يؤخر صلاة الظهر ويؤجل صلاة العصر، أو أن يؤخر صلاة المغرب ويؤجل صلاة العشاء، أو أن يصلي العشاء مع المغرب في أول الوقت أو العصر مع الظهر في أول الوقت أو عكس ذلك. يباح ذلك في حالات الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الفعل نفي الحرج عن الأمة. ويمكن أن يقال لهذا باشتراك الأوقات، ومن المعلوم واضحا أنه ليس هنالك حاجز ما بين وقت الظهر ووقت العصر، وكذلك ليس هنالك حاجز ما بين وقت المغرب ووقت العشاء، فعندما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، وعندما ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء. وهذا دليل على اشتراك الأوقات، إذ لا بد من أن يكون هنالك جزء قليل مشترك ما بين الصلاتين فيما في الوقت الذي بين الظهر والعصر وفي الوقت الذي بين المغرب والعشاء. وإنني أميل إلى القول باشتراك الأوقات بهذا الاعتبار، لا أن يعتاد الإنسان تأخير الظهر إلى وقت العصر أو تأخير المغرب إلى وقت العشاء أو تقديم العصر أو العشاء إلى وقتي الظهر أو المغرب، فإن ذلك يعد من باب التهاون بالدين، ويجب على الإنسان أن يتركه وأن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وأن يحافظ على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاع وداع عن، وذلك بأداء كل صلاة من الصلوات الأربع في وقتها. والله تعالى أعلم.